مرحبا برج القوس، أهلا فيكم. نبتدي أول شيء في الطاقة العامة من هذه الورقة اللي سحبتها لكم. طلع عندكم وايلد، شيء جامح، رقم 15 تحتها. أحس هني إن في أمور مشت بسرعة أو راح تمشي بسرعة بينك وبين الشريك، انقطاع سريع يتغير عليك بسرعة، لأن هاي كرت الجموح. اوكي، يتغير بسرعه، تصدر منه تصرفات غريبه، متعود انه يتصل في الوقت الفلاني او يرجع البيت في الوقت الفلاني، يصير في تغيير عاصف مره واحده، مثل العاصفه شلون تجي مره واحده ويكون غير ممكن تتنبأ بتحركاتها. هذه الطاقه اللي راح تاتي، ولكن تاتي من قبل الشريك. خلني اكون واضحه، واللون الاحمر هني قاعد يجذبني، راح يكون اما هو في خطر، يحط نفسه في موضع خطر، أو يقوم بشيء عابر سريع، يوقع أوراق بسرعة، يدخل في علاقة عابرة بسرعة، يرتبط حتى بسرعة، ولكن يدفع الثمن غاليا، يرجع يبكي. هذه هي الطاقة العامة، إنه راح يتصرف بسرعة شريككم، وأيضا راح يدفع الثمن سريعا خلال أقل من شهر حتى، بسرعة، مثل ما الأمور مشت بسرعة بينهم وبين بعض هني. ممكن تكون حتى علاقة بزنس وعمل ترد تخترب وتتكسر، تتكسر سريعا، مع ان البنيان جديد ولكن مو مبني على اسس قوية. هاي اللي ابي اقوله، انت فقط يا برج القوس اللي تقدر تحدد هل هي علاقة مع احد من الاهل، هل هي علاقة مع شريك جديد في الاعمال، مع شريكك هني تعرف عليه شخص جديد سريع، او ممكن تكون حتى علاقة عابرة، علاقة جنسية عابرة. انت اللي تقدر تحط يدك على الموضع وبالضبط تعرف شنو يعني لك هذا الكرت، ومن هو بالضبط هذا الكرت، لان كل واحد السيناريو ماله راح يختلف. ندخل الحين في طاقة الحيوان قبل ما نتطرق الى التارو. انت عندك الخفاش، شريكك الخفاش طبعا عنصر هوائي، كأنما اللون قاعد يجذبني في تشابه في اللون هني، كأنما انت اللي راح تكون يا برج القوس، خصوصا اذا صرت ذكي شوية، انت اللي راح تكون تسلم وتلوذ بالفرار من المصيبة اللي جاية وبتغلق يدها على شريكك هني. هي المصيبة جاية في الطريق، ولكن انت اللي تقدر، انه لان عندك جنحان تقدر تطير بسرعة. شريكك عنده سمكة، السمكة راح تكون مشتتة وخائفة متعبة وايضا غرقانة في الماء، ما تقدر تسوي شيء. الطرف الثالث من هو؟ عندنا الحمار الوحشي، الزيبرا، هذه هي طاقة الطرف الثالث. الطرف الثالث إنسان اجتماعيا الكل ينفر منه، يعني الكل يتفق أن هذا الشخص إنسان مثلا إحنا نحذر منه، هو نفسه علامة خطر، هو هاي اللون. ولكن حقيقة إذا تشوف الزيبرا عنده كذا لون، فما أدري، أحس أنه هو إنسان يمكن يعتبر بين الناس ما يحترمونه، ما يوافقون عليه، ما يوافقون عليك كون صديق لشريكك، ما يوافقون حتى عليه المقربين منكم أنه يكون زميل دراسة، صديق، ما يوافقون عليك ارتباط سريع، ولكن في إصرار من جانب شريكك في الماضي. أيضا أنت اللي تقدرون تحددون يا برج القوس إذا هالشيء ابتدى يصير ولا أوردي صار، وإذا ما صار أصلا معناته راح يصير في المستقبل، تطلع علامات عندكم في المستقبل. مثل هالسيناريو أن عندك هني شخص تمسك وعاند، عاند، تسعة الأغصان، طاقة عدم الاستسلام، بالرغم من تحذيرات الكل. في آخرين اللون الأحمر يقول لي أنه مو بس أنت اللي لاحظت، الآخرين المقربين من شريكك، الأهل والأصدقاء، لاحظوا وعرفوا انه راح يختار انه يدخل مثلا في علاقة او في نوع من البزنس مع هذا الشخص، او يعمل مع هذا الشخص، وحذروا، ولكن هو اللي ما سمع الكلام. احنا مثل اللي نقول للطفل ترى هذا حار، لما يكون بيمسك الكهرباء او بيمسك الجمر نقول له هذا حار وهذا حار، ونحذره ونبعد يده، بس بعدين يغافلنا الطفل ويصر انه هو يجرب لنفسه ويصيح. هذه هي طاقة شريكك هالشهر، انه فعلا راجع لك وصيح، راجع هني. الماي اللي قاعد يجيني من السمكة هي كأنما دموع خوف،
دموع وحدة، لأنه دخل في مصيبة كبيرة في التزام مع هذا الطرف الثالث. ممكن يكون الطرف الثالث هاي شركة، ترى توقيع عقد عمل، أنت اللي تقدر تعرف. خلنا تخلي طاقتك عندك الخفاش، كأنما أن طاقة اللي أمك داعيت لك، إحنا نقول طاقة اللي سلمت أو راح تسلم في آخر لحظة من المصيبة اللي على وشك أن تغلق هني، من المصيبة اللي على وشك أن تسقط على رأس شريكك. عندك كرت العدالة برج الميزان، عندك حماية إلهية مطلقة. أنت يمكن تفكر هي بسبب شخص معين تدخل، مثلا كنتوا راح ترتبطون أنت والشريك، على وشك الارتباط اللي خلاص ما باقي لكم إلا خطوتين وخلاص تكونون متزوجين، مثلا على وشك أن تدخلون في شراكة مع بعض مع هذا الطرف. أوكي، لحسن الحظ كان في عراقيل في دربك، انت تفكرها عراقيل ولكن هي حماية إلهية. عندنا كرت العدالة، الله ما سمح ان انت ايضا تكون جزء من هذا المشكلة او الفخ اللي صار هني. ولو انا ما احس انها طاقة فخ، لان الزيبرا واضح في الوانه، في لون اسود وفي لون ابيض بس مو مختلطين مع بعض، ما فيها خلط واضح. اوكي، فهذه الحماية الإلهية هي اللي حطت العراقيل أمامك عشان ما يصير في التزام وارتباط، عشان ما يجرك الشريك لهذه احنا نقول الهفوة، الإحساس العابر انه يبي ياخذ هاي المخاطرة مع هاي الشخص. في الفترة القادمة شنو اللي راح يصير؟ السمكة متجهة تجاهك انت، فراح يرجع لك الشريك مو فقط ندمان، ولكن بسرعة يبي، وهني فقد شيء مهم من الأمان، من الاستقرار، من الأموال، أو راح يفقد. أوكي، بسرعة يبي يعوض خسارته عن طريق إنه يثبتك أنت. طلع عندك الخفاش، كأنه يقول لك لا تتثبت، لأن حتى طاقة الأرض اللي طلعت عندك عبارة عن الخماسيين، عبارة عن طاقة الجوجلينج، رجل موجودة ورجل مو موجودة. إحنا نقول رجل في الدنيا ورجل في القبر، داخل وطالع في نفس الوقت، ما تكون مثبت. إذا ثبتك الشريك في زواج، في ارتباط، أخذ منك كلمة، أخذ منك وعد، حتى إذا أعطيته كلمة أنه راح تظل معاه في الفترة القادمة، ما راح يتعلم درسه، وراح أنت معاه تدفعون الثمن، مو بس هو بروحه، شيء أنت مالك ذنب فيه راح تدفع فيه الثمن. هذا مو وقت تقديم المساعدة لشريكك، ما أحس بهالشيء، لأن عندك الكوب الأول. الكوب الأول هو مو بس كوب الاعتذار، كوب الزواج، كوب اللي خلاص صرت مستعد أعطيك كل اللي تتمناه، ولكن رح يأتيك بثمن. هاي اللي أبي أقوله، رح يأتيك بثمن أنت غني عنه، لأن كأنما في وقت انغلقت عليك للأبواب شريكك، عشان كذي حين رجع يبي يفتح الباب معك. فعشان الكوب هذا قاعد يقدم لك، نعم، ولكن من أجل الأسباب الخاطئة. في المستقبل لما يأتيك الكوب، تحرص أن يكون مع شخص ما عنده مشاكل، أو يكون شريكك وضعه أصلا ما عنده مشاكل، ما عنده التزامات، مو طايح في مشكلة. من أجل ذلك راجع لي. ليش راجع؟ الطاقة تقول لك كذي، يعني الحماية الإلهية جدا قوية وموجودة، وأحسها أنا هني في كرت العدالة برج الميزان. ولكن إذا أنت رضيت أن تقع في الفخ، هذا الشيء خاص فيك أنت، ما حد يقدر يقرره بدالك. شريكك عنده السمكة، عنده ستة الأغصان مقلوبة، لما تكون كذي معناتها متوج أمام الناس، ناجح في عيون الناس. لما تكون كذي معناتها انتكست وانتكاسة كبيرة أمام الناس، لأنك أصريت في تسع الأغصان، أصريت على غلط. ملكة السيوف، في شخص أكبر منك سنا، في شخص تكلم مع شريكك، قعد معاه قعدة طويلة وتحدثوا في الموضوع، وفهم أن تعاقدك أو دخولك في علاقة مع هذا الطرف الثالث، تقربك منه حتى كصديق، جدا ضار. عندنا ملكة السيوف، احنا دائما نقول ملكة السيوف اللي على طول تسحب سيفها وتقطع. ملكة السيوف هني أحسها حتى هي داست على نفسها عشان تعقل، عشان تثبت، تفتح عين شريكك السمكة. السمكة اللي تريد أن تأكل الطعم وما يهمها شنو راح يكون في نتائج. احتمال كبير أيضا، شنو الطاقة اللي قاعدة تجيني؟ احتمال أنتوا كنتوا في انفصال أو في ابتعاد بينك وبين الشريك هنا،
في نزوة، هاي الكلمة اللي كنت أبحث عنها، نزوة. أوكي، في نزوة كذي عابرة سريعة التقى بإنسان أو إنسانة مو من ثوبة، شخص جدا مختلف من ديانة مختلفة دولة مختلفة يتحدث لغة مختلفة، لأن عندنا الزيبرا، شخص لونه غير شكله غير من أسرة أرستقراطية جدا مختلفة. انجذب شريكك لهذا الشخص سريعا، قرر أنه خلاص راح يرتبط فيه، أو انجذب له حتى كزميل عمل بسرعة قرر أنه يفتح معاه شراكة بس لأنه التقوا مع بعض كم مرة في اجتماع وشافوا فيه تفاهم. أوكي، انجذب الطفل هني، عندك شخص مو ناضج شريكك انجذب للنار وأصر أنه يمسك الجمر الحار، ما تقدر تسوي شيء لأن هني في شخص، عندنا ملكة السيوف، أم، أب، أخ أكبر سنا، شخص أكبر سنا عند شريكك قعد معاه قعدة طويلة، مو من عادته هذا الشخص أنه يقعد مع أحد أو يحذر أحد أو حتى يهتم بأحد، هذا الشخص هم نفسه ملكة السيوف، ولكن مع ذلك قعدوا مع شريكك أو راح يقعدون مع شريكك. نفس اللي أقوله لكم، غيروا الوقت الزمني للقراءة عشان يفهمونه، في وقفة جادة من أسرته من أصدقائه حاولوا يمنعون هاي الارتباط، ولكن شريككم رح يكون في من جانبه إصرار، ولكن إصرار يخلي في النهاية يبكي ندما، هاي اللي لازم ننتبه له. أوكي، بعدين عندنا الطرف الثالث، عنده الحمار الوحشي، عندنا عشرة الأغصان، عنده ملك السيوف وعنده السيفين. لازم أتكلم هني بصراحة، لما أحس إن في خبث عند الطرف الثالث، نفس القراءات السابقة أو قراءات الأبراج الثانية، قلت لهم إن أنا أحس الطرف الثالث خبيث. أنا ما أحس هني إن الطرف الثالث خبيث، الطرف الثالث هني شريكك راح يرجع وعذره راح يكون فلان قص علي، فلان كذب علي، فلان خدعني، اللي هو هذا الشخص، بس ما قاعد أحس في هاي الطاقة، قاعد أحس هني في شخص الطرف الثالث قاعد يقول لي القصة من لسانه أو من جانبه، قاعد يقول لي أنا عمري ما مثلت إني مثلا متدين، عمري ما مثلت إني كذا كذا، أنا أتصرف على حقيقتي، أنا جمر، أنا نار، وكنت أتصرف كأني نار، أنا مو نار تصرفت كأني ثلج، لا أنا نار تصرفت على أساس أني نار وأعرض نفسي أمام الناس أني نار. أوكي، ممكن تكون حتى امرأة، ممكن تكون حتى رجل، أنا كذي طبيعتي، ما تلونت، هني الزيبرا قاعد يقول لي ما تلونت عشان أحد، ولكن هو هذا الشخص اللي هو شريكك هو اللي انجذب، هو اللي أصر عند تسعة الأغصان، أصر، لكن ليش هني أحس إصراره ما في وعي؟ لأنه ما طلع عندنا الوجه الثاني لهذا الكرت، الوجه الناضج، كرت القوة لبرج الأسد، الثبات، لا، طلع عندنا تسعة الأغصان مصر على الغلط اللي هو فيه. من البداية، الطرف الثالث قاعد يقول لي إنه دخلوا في نوع من الاتفاق، كان في بينهم اتفاق، طاقة السيوف مع بعض مع ملك السيوف، دخلوا في اتفاق، في عقد، عقد لفظي أم عقد وقعوا بالأوراق، كان في اتفاق واضح بينهم بخصوص الشروط، بخصوص مثلا المهر، بخصوص كم يكون مبلغ الشراكة، كان في تفاصيل جدا كثيرة متفق عليها، وايد أكثر مما تتخيل. وفي كل مرحلة وفي كل شرط قال الطرف الثالث شريكك ورد قال أنا موافق، عشان كذي صارت المشكلة، مو لأن الطرف الثالث اللي احنا دائما نتوقعه هو المخادع وهو النصب، ما عنده طاقة النصب، عنده طاقة أنا من البداية كنت واضح أني أتوقع الكثير من الأموال أو الكثير من الاهتمام، الكثير من العطاء، الكثير من النجاح. أوكي، اللي صار ان هني شريكك هو اللي قال انه راح يقدر يوفي، راح يقدر يضخ الاموال، راح يقدر يكون موجود، مثلا لو كان زواج راح يكون شريكك هو اللي قال للطرف الثالث عاد نتزوج ونعيش في اي دولة انت تختارها، مو لازم تعيش معاي في دولتي، هاي نوع من الاتفاق، انه من البداية انا قلت له، انا وضحت له واحنا اتفقنا على الشروط، وكنت واضح معه أو كنت واضحة أنا كامرأة معه. بعدين عقب فترة السمكة هني يتب
تشكي وتبكي إن ما تقدر توفي كل شروط العقد، كل شروط الاتفاق. عشان كذي صارت المشكلة، عشان كذي صار الانكسار الصدع. السيفين هني كرت الأبراج الهوائية وبالخصوص برج الجوزاء يبين الصدع اللي صار، وين الانكسار في أحد الشروط الأساسية اللي أخل فيهم شريكك. يمكن من الأسهل نسمع أو نقول أن الطرف الثالث، هذا الشخص الغريب اللي إحنا ما نعرفه، هو الباد جاي، هو الإنسان السيء. بس لا، مو هذه هي حقيقة الوضع. كان جدا صريح، ولو أنه دبلوماسي عندنا ملك السيوف، كان نعم عنده أسلوب كاريزما جذاب، ولكن في نفس الوقت كان صريح في شروطه. مثلا هذه علاقة عابرة، عطني كذا كذا أعطيك كذا كذا، هذا نوع من البزنس راح ندخل فيه، نحتاج مليون، شريكك ما عنده مليون، قال أنا عندي مليون، محتاجين نضخ مليون كل شهر، ما عنده قال عندي. وبعدين لما جل وقت وصار في وقت تنفيذ هني، ابتدى شريكك يتعذر أو يتلكك. فللأسف هني يا برج القوس ما أحس أن الطرف الثالث هو الغلطان، ولا حتى أنتوا الغلطانين. التحذير الوحيد أن لا تحاول تهب إلى مساعدة الشريك في الفترة القادمة، راح يتعود، انت راح تخسر، تدفع ثمن غلطة انت ما غلطها، قرار خاطئ انت ما اخذته. هني كأن الطاقة تقول لي انت مو ام احد، انت مو امه، انت مو ابوه. حتى الام والابو يقدرون يساعدون لحد معين، مو حد مفتوح، مو حد الانفينيتي اللا محدود، لا ما يصير هذا الكلام. عندك حماية، عندك الكثير من الحماية والكثير من الاشياء. شوف، كأن أحس حتى احتمال عروض ثانية تأتيك من أشخاص ثانيين، عروض عمل أفضل، زواج أفضل، أوكي. ولكن لا تصير عالق هني مع السمكة، لأن السمكة أمام الناس الحين شنو أو شنو في المستقبل راح يصيدها اللي هو شريكك. شريكك راح يمر بمرحلة إن هذه المشكلة تصير عبرة أمام الناس، تنتشر أمام الناس، وصير أهو كأنما يتشمتون فيه الآخرين. في شماتة قادمة في الطريق، الخيار اللي لازم تختاره وبوعي أن أنت الله سلمك من الموضوع سابقا، ولكن إذا رديت أنت تدخل معاه في الخطر هذا موضوع ثاني، لأن الشماتة قادمة. عندك جنحان تطير فيها، عندك حماية تقدر تستعملها، عندك عروض أفضل قادمة في طريقك مع أشخاص أفضل. هل تريد أن تظل وتدفع ثمن غلطة أنت ما غلطتها؟ عندنا هني ستة الأقصان، إن في شيء أمام الناس رح ينكشف. أوكي عزيزي برج القوس، هذه